24 سنة بدر بنون يستعد وسجل
يعود للرجاء، يعود للرجاء. ممتاز مع ينو في مباراة اليوم، ممتاز من المشاهدة في مباراة اليوم. هستيريا النهائي، فرحة النهائي، أدرينالين النهائي ينزل بين العروق، داخل العروق. نشاهد مباراة ليست سهلة بين طرفين، وتكريم قبل أن يكون تسليم، تنفيذ ضربة ترجيحية ليس بالسهل. ضغط كبير على فريق دفاع حسن الشريف، ولدينا لحد هذه اللحظة، ولدينا إلى حد هذه اللحظة ثلاث تقدم من جانب فريق الرجاء الرياضي بهدفين مقابل هدف واحد. محاولة من جديد تنفذ وتضيع. Shut up.